أو طب النبي قبل صلى الله ما عليه وسلم. نتكلم على انواع الصدقه، الحقيقه انه في يعني امثال انت عارف كده مصريه نعم وعربيه كده بتبقى يعني ساعات ظريفه وساعات بيبقى في منها حاجات ما تفهمش جت منين، زي مثلا ايه اللي عزو البيت يحرم على الجامع، وبعضهم يستشهد ويقول لك يعني خير دينار دينار تنفقه على اهلك، وانا نعم والله بتبقى حالتي الماديه يعني بسيطه جدا، وبعد اقول يا رب خلي الشهر يمر على خير. والحقيقه انا افتكر انا في مره من المرات قبل الثوره، قبل الانقلاب عفوا، كنا في احد المساجد يعني كنا بنجمع صدقات للمحتاجين والفقراء بحيث قبل شهر رمضان، افتكر كانت في اخت من الاخوات الموجودين في المسجد واحنا بنطلب صدقات وبنعدي كده يعني حاجه متغطيه بحيث ما حدش يشوف ايه اللي بتخرجه. انا اعرفها بشكل شخصي يعني، خلعت سلسلتها والذهب اللي لابساه كله الله الله وراحت حاطه، الله وانا أكبر اشهد ان الست دي ربنا وسع عليها وعلى زوجها وعلى اهل بيتها، الله أكبر. وان هم دلوقتي يعدوا من الناس المليونيرات زي ما احنا بنقول. شفتيها بعينك يا انا رسول الله شفتها بعيني وهي حاجة تجري. الله بتتصدق أكبر. وربنا بيفتح ولم عليها يراها الابواب. أحد. صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنفق ينفق عليك، وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي مناد اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع الصدقات زي ما قلنا سقيا الماء، والصدقة بالعلم، والصدقة بالوقت، والصدقة بإطعام الطعام من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم. الصحابة كانوا فقراء جدا. أيوة. فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على شربة ماء أو مزقة لبن أو على تمرة كما قال النبي صلى الله عليه يعني وسلم. حتى لو ظروفي بسيطة أقدر أطلع حاجة بسيطة جدا بس نعم.